بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول لإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس السادس ليسون 6 والأخير في الوحدة دي. الدرس السابع طبعا هيبقى ريفيو، هيبقى مراجعة على الوحدة كلها. في الوحدة الأولى اللي هي My Family and Me، درس النهاردة أما يتكلم عن لعبة جمباز مشهورة جدا، لعبة جمباز بالإنجليش طبعا يعني جايمنست، لعبة جمباز اسمها حبيبة مرزوق. اسمها ايه؟ حبيبة مرزوق. اول جملة عندنا read about حبيبة مرزوق. which sport يعني اي رياضة makes her happy بتخليها سعيدة، يعني الرياضة اللي هي بتمارسها. العنوان بتاع الدرس حبيبة مرزوق achieves her dreams، و achieves يعني يحقق أو ينجز، دريمز اللي هي طبعا هي سنة أولى الأحلام. حبيبة مرزوق is a gymnast، و gymnast يعني لاعبة جمباز. لاعبة إيه؟ جمباز. gymnast. She is 18، عندها 18 سنة. And lives in Cairo with her family. حبيبة مرزوق ديت لاعبة الجمباز عندها 18 سنة وعايشة في القاهرة مع العيلة بتاعتها. حبيبة has a very busy life، حياتها busy، مشغولة، بتعمل حاجات كتير. She goes to school and she studies hard، بتروح المدرسة وبتذاكر بجد. In the evening، في المساء، يبقى بتروح المدرسة وبتذاكر. طب وبالليل she trains، فعل مهم جدا، train يعني يتدرب، تروح بقى التدريبات عشان اللعبة دي. For 5 or 6 hours، من 4 for 5 or 6 hours، let's silent 6 ساعات. She is a top gymnast in Africa، هي واحدة من الناس اللي هم التوب، يعني من أفضل أو من أعلى الناس في لعبة الجمباز في قارة مين؟ أفريقيا كلها. And she wants to go to the Olympics، اللي هي الألعاب الأولمبية. الألعاب الإيه؟ الأولمبية. Olympics. حبيبة أو حبيبة's family، عائلة حبيبة، always helps her، بيساعدوها. She eats healthy food، بتاكل طعام صحي. So that she can stay strong، عشان تحافظ على القوة بتاعتها وعلى صحتها. gymnastics اللي هي لعبة الجمباز، gymnastics اللي هي لعبة الجمباز نفسها، is a difficult، و difficult يا سنة أولى عكس easy يعني صعب، sport. but it makes her happy، لكن هي happy، مبسوطة بلعبة gymnastics، مبسوطة بلعبة الجيمناستكس. يبقى نقول تاني، حبيبة مرزوق دي لعبة جمباز، عندها 18 سنة، عايشة في القاهرة مع عيلتها. حبيبة دلوقتي حياتها مشغولة، بتروح المدرسة وستاديز هارد، بتذاكر بجد. بالليل شي ترينز، اما تتمرن من كام؟ من 5 لـ6 ساعات. هي توب جيمناست ان افريكا، من احسن لعبة في افريقيا في الجمباز. and she wants to go to the Olympics. حبيبة's family always help her. she eats healthy food so that she can stay strong. محافظة على الاكل بتاعها جدا. gymnastics اللي هي لعبة الجمباز نفسها is a difficult sport. لعبة صعبة but it makes her happy. بتخليها سعيدة. نطلع للسؤال الاولاني فوق كده عندنا. which sport makes her happy؟ ايه الرياضة اللي بتخليها سعيدة؟ طبعا اهي gymnastics. اسمها يا جماعة نكتبها كده gymnastics، اللي هي لعبة الجمباز. ده السؤال اللي في كتاب المدرسة. بقيت اسئلة الكتاب يلا كده مع بعضينا. read again and correct the underlined words، هنقرأ ونصحح الكلمات اللي تحتها خط. حبيبة is a teacher، حبيبة تيتشر، حبيبة مدرسة. يا حبيبة تيتشر، انما حبيبة ايه طبعا؟ ها جايمنست، يبقى تيتشر غلط. هنكتب هنا كده طبعا جايمنست، لاعبة جمباز. السؤال التاني، his family live in Cairo، his family live in Cairo. his ده صفة ملكية، صفة ملكية بتاع ايه؟ بتاع هي، انما حبيبه اللي هي شي، يبقى هيز غلط. ايوه المفروض نقول ايه؟ هير فاميلي، عائلتها. شي ايتس فور 5 اور 6 اورز، لما تقعد تاكل 5 او 6 ساعات، هي بتاكل 5 او 6 ساعات؟ معقول 5 او 6 ساعات اكل؟ انما ايه؟ نطلع كده فوق اهي. شي ترينز، يعني ايه ترينز؟ تتدرب او تتمرن من 5 ل 6 ساعات. جايمنستكس is an easy sport، easy يعني سهل.
easy يعني سهل. gymnastics is an easy sport. رياضة easy, رياضة سهلة. هي رياضة easy, احنا قلنا كده. gymnastics is easy, difficult sport. difficult يعني ايه؟ صعب. دي طبعا الاربع جمل اللي هما موجودين في كتاب المدرسة. هندخل بقى بعد كده على اهم الكلمات الجديدة اللي جت في الدرس السادس النهاردة. أول كلمة سنقولة في درس النهاردة كلمة achieve. achieve يعني يحقق, يعني أقول I achieve my dreams, يعني أنا حققت إيه؟ my dreams أحلامي. dream يعني حلم أو يحلم. gymnast لاعب أو لاعبة جمباز, طبعا اللي عندنا حبيب مرزوق لاعبة. busy life, busy life يعني حياة مشغولة تعمل كذا حاجة. study hard يعني يذاكر بجد. train, train يعني يتدرب أو يتمرن, يعني train, train. وطبعا تنفع noun بمعنى قطار, noun اسم يعني بمعنى قطار. in the evening, in the evening يعني في المساء. hours ال h silent يعني ساعات. افريقيا اللي هي قارة افريقيا. want to, want to يريد ان, بيجي وراها طبعا الانفينيتيف الفعل في المصدر. I want to play. نروح للناحية التانية. The Olympics اللي هي الأولمبياد أو الألعاب الأولمبية. healthy food, قلنا إن حبيبة بتاكل healthy food, طعام صحي. ليه؟ to stay strong, عشان تحافظ على القوة بتاعتها أو اللياقة بتاعتها. stay strong يعني يحافظ على اللياقة والقوة. gymnastics اللي هي لعبة الجمباز. قلنا ان لعبة الجمباز دي سنقولها هل لعبة easy ولا difficult, وانا طبعا لعبة صعب. athlete يعني لاعب قوة, اللي هو بيمارس الرانينج يعتبر athlete, الجري, اللي بيمارس السويمينج السباحة يعتبر athlete, كل دول athlete العاب قوة. balance يعني توازن, لعبة الجمباز طبعا محتاجة توازن لان كده بيقعدوا يلفوا كده في الهواء والكلام ده كله. study يعني يذاكر او يدرس. study يعني يذاكر او يدرس. description, description يعني وصف. place يعني مكان. team يعني فريق. نقراهم كده تاني. achieve, قولوا معايا achieve. dream, dream. gymnast, busy life. study hard. train. in the evening. hours. africa. want to, want to. the olympics. healthy food. stay strong. gymnastics. athlete. balance. study. description, description. place. team, place, team. تمام, بكده سنة أولى تكون الوحدة الأولى اللي هي my family and me انتهت. الدرس السابع زي ما قلت في أول الفيديو إنه يبقى review يعني مراجعة الوحدة. إن شاء الله إحنا مع بعضنا الفيديو القادم إن شاء الله هنجهز تيست أو exam اختبار على الوحدة كلها بمواصفات الامتحان الجديدة ان شاء الله, وهنحله كده مع بعضنا. بس لازم طبعا نكون شفنا كل الفيديوز او الفيديوهات الموجودة ونكون مذاكرينها كويس علشان نقدر نحل مع بعضنا. لو كان عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. لو انت عامل القناة بتاعتك او اليوتيوب بالانجليش يبقى ياريت تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.